السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو في غاية الأهمية، والمقطع بعنوان هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ الحقيقة حبيبي، الله يبارك فيكم جميعا يا رب، الموضوع ده حصل بسببه لغط كبير جدا، سواء على شاشات التلفاز أو على السوشيال ميديا، على الفيس وعلى اليوتيوب إلى غير ذلك. ناس تقول آه طبعا يجب على المرأة أنها تخدم زوجها، وناس تقول لا طبعا ما يجبش على المرأة أنها تخدم جوزها، وهو المفروض يجيب لها خدامة واثنين وثلاثة. طيب تعالوا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف حكم ربنا إيه في هذا الأمر، وحكم نبينا إيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أولا حكم المولى عز وجل، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى لهن وعليهن، في حقوق وفي واجبات. والحقيقة عايز أقول لكم حبيبي، ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في كل نساء المسلمين، إن لو الزواج ده عبارة عن شركة مؤسسة على الحب، ربنا جعل بين الأزواج مودة ومحبة، تمام؟ فالشركة المؤسسة على الحب ديت لو كانت فعلا مؤسسة على الحب بجد، صدقوني محدش هيسأل إيه حقوقي وإيه واجباتي، إنما كل طرف يحاول يسعد التاني دون أن يسأل عن الحقوق أو الواجبات، بل بعضهم هيبقى بيسأل إيه الواجبات اللي عليا ومش مهم بحقوقي، لأنه هو عايز يخدم اللي قدامه وعايز يسعد اللي قدامه بأي طريقة. فربنا بيقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبالمعروف دي تفسرها قول المولى عز وجل وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف تكون من جانب الاثنين، يعني الزوج مطلوب منه أن يعاشر الزوجة بالمعروف، والزوجة أيضا مطلوب منها أن يتعاشر زوجها بالمعروف، تمام كده؟ طيب يبقى في هنا في الآية لهن وعليهن. إيه لهن بقى؟ الحقوق اللي ليهم بقى، اللي للزوجة للمرأة، إن الزوج يعاشرها بالمعروف، إنه يحسن إليها، إنه يتعامل معها أحسن معاملة، إنه ينفق عليها، إنه يوفر لها سكن، إنه هو يبقى بيعدل في المبيت لو كان متجوز أكتر من واحدة، وإنه هو يبيت عندها لو كان متجوزها هي بس، وإنه هو ينفق عليها في الكسوة والطعام والشراب إلى غير ذلك، ويكرمها في الأمور العاطفية وفي كل شيء، يعني يكرمها من جميع النواحي، يعني بالبلدي كده يسعد هذه الزوجة، تمام؟ يبقى دوت لهن. طب ايه عليهن بقى؟ قولي عليهن ايه؟ هتقولي عليهن كما قال بعض اهل العلم العلاقة الحميمية. اقولك لا طبعا كلام غلط، لان الزوج يستمتع والزوجة ايضا تستمتع، يبقى دوت حق مشترك. يبقى لو قلت ان هو ده اللي عليهن، لا ده حق مشترك بين الزوج والزوجة، الزوجة تستمتع والزوج يستمتع. أمال إيه عليهن؟ هي خدمة الزوج والأولاد. الله أكبر. وقد تعرفت المجتمعات المسلمة على أن الزوجة تخدم زوجها، ولك أن تتخيل زوج جاي من بره طول اليوم شغال تعبان، وجاي من صباحية ربنا، خارج من الساعة 7 أو من الساعة 8 راجع الساعة 10 بالليل، دخل سلم على زوجته وقبلها وزيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الله يبارك فيك عايز أكل لقمة. راحت قايلة له لقمتين اللي هتاكلها، خش اعمل لنفسك أكل، أنا مال، أنا معليش أصلا خدمة ليك. طبعا أنتوا عارفين الباقي يعني مش لازم أقول، يعني أكيد أنتوا شفتوا الفيلم ده قبل كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وإن كنت أنا أرى أن الرجل الحقيقي الذي لا يضرب زوجته أبدا، وإن ضرب يكون بالسواك، بالسواك من باب بس إظهار أنه غضبان، إنما ضرب في الوجه وغير ذلك وفي العظام وتكسير عظام، هذا الذي يفعل هذا سامحوني، يعني هذه ليست من الرجولة، ربنا يحفظك وبارك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنه قد طاف ببيت آل محمد جمع كثير من النساء يشتكين من أزواجهن، أما إنهم ليسوا بخياركم، يعني اللي يضرب امرأته ليس من الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني زوجتك دي وصية النبي، خد بال حضرتك من الكلمة. شوف لما ابوك يعني ربنا يبارك فيهم جميعا، لما ابوك عند الموت يقول لك وصيتي يا ابني خد بالك من زوجتك، هتعمل فيها ايه؟ هقول لا ده انت في عينيا بقى، ده وصية الحبيب ابويا. امال النبي بقى لما يكون موصيك، هو في اغلى عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اغلى عندنا من الاباء والامهات ومن الدنيا كلها، خدت بالك؟ فشوف النبي لما يوصيك بها تعمل ايه. طيب تعال نشوف حديث نختم بيه، حديث في البخاري ومسلم، ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت من شغل البيت ومش عارفه تعمل ايه. فسيدنا علي قال لا انا سمعت النبي عليه السلام، وكان الكلام ده بعد خيبر، قالوا يعني غنائم كثيره وقالوا يعني عبيد، فاطلبوا منه ان ياتينا بخادم يخدمنا. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واستحيت، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه خادم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم، وهناك مسلمون يحتاجون إلى لقمة يضعوها في أفواههم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخادم دولت أو العبيد دولت دول فلوس يبيعهم ويطعم الغلابة بقى المساكين الفقراء دولت، تمام؟ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاف ان فاطمه تكون زعلت، انه كانت فاطمه كانت يعني كانت هي قلب النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي يحبها حب لا يخطر على قلب بشر. فالمهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى فاطمه والى علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، فلقاهم هما الاثنين نايمين كده ومضغطين باللحاف، فلسه يقوموا قال لهم على يعني مكانكم خليكم زي ما انتم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب منهما فقال الا ادلكما على خير لكما من خادم؟ ايه رايكم؟ انتوا طلبتوا خادم عشان يخدمكم، انا هقول لكم بقى على حاجه افضل من الخادم. خدوا بالكم، لو ما كانتش خدمة فاطمة لسيدنا علي واجبة كان النبي يقول له ايه؟ يقول له انت عايز خادم ليه يا علي؟ هي اصلا مش واجب عليها انها تخدمك، انت تروح تجيب لها خادم، تشتري لها خادم. انما النبي ما قالش كده، يبقى اذا الخدمة واجبة، صح كده؟ فالنبي دلهم على حاجة تعينهم على اعباء البيت. قال الا ادلكم على خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكم خير لكما من خادم. يقول علي بن أبي طالب فوالله ما تركت ذلك أبدا ولا في ليلة صفين. قال له ولا في ليلة صفين؟ قال لهم ولا في ليلة صفين، في ليلة القتال. شوف قد ايه. فكانت فاطمة رضي الله عنها لما كانت تقول الذكر ده قبل ما تنام كانت تقوم الصبح في قمة النشاط، تقوم وتشيل البيت وتعمل وتخبز وتأكل وتشرب وتعمل، وهي ما زالت بصحتها وعافيتها. ودي وصية ونصيحة أقدمها لكل أخت مسلمة عندها بيت وزوج وأولاد، والله العظيم ده بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قبل ما تنامي قولي سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، ورب الكعبة هيكون ده عونا لك على أداء كل مهام البيت من خدمة الزوج والأولاد والطبخ والكنس والغسيل وكل حاجة، فذلكم خير لكم من خادم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الزوجة يجب عليها أن تخدم زوجها، لكن بالمعروف فيما تعرف عليه، وأكيد خدمة المدنية غير خدمة الحضرية غير خدمة البدوية، كل واحدة ولها أسلوب في الخدمة تستطيع من خلال الناس. يعني مش معقولة واحدة تكون مثلا من منطقة من مكان راقي جدا 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 فهيتجوزها واحد مثلا رجل بسيط ريفي ربنا يحفظه يا رب العالمين، ويقول لها تعالى معايا اشتغل في الغيط، هي ما تعودتش على كده. يبقى إذن الخدمة تكون إيه يا حبايبي؟ بالمعروف. فالإنسان اللي عايش في مكان راقي يبقى الخدمة على قدها، على قد صحتها وعلى قد ما عاشت وعلى قد ما كانت تفعل في بيت أبيها. لو واحدة مثلا ما شاء الله ريفية ربنا يحفظ يا رب نساء الريف ونساء المدن يا رب العالمين، عندها قدرة ما شاء الله متعودة من صغرها تروح وتخدم وتأكل وتشرب وتروح وتساعد زوجها في الغيط، الله يبارك في عمرها ويجازيها كل خير يا رب العالمين، يبقى دي ممكن يطلب منها هذه الخدمة. وهكذا كل واحدة تخدم، ولكن في حدود المعروف وفي حدود الطاقة بتاعتها، ان احنا ما نكلفهاش فوق طاقتها، لكن كل ده بالمعروف وبالحب اللي بيكون بين الزوج والزوجة. يعني مش بنقول لها بنجبرك، لا بنقول لها بالمعروف.
فيما تعرف عليه في هذا المجتمع، وفيما تعرف عليه اللي كنت بتعمليه في بيت أبيك وكذا وكذا وكذا، تمام، تعمليه في بيت زوجك وتخدمي زوجك لله سبحانه وتعالى. وقومي بهذا الذكر بفضل الله يكون عونا لك بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن خدمة المرأة لزوجها واجبة، ولكن بالمعروف على قدر طاقتها. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، ويجعل بيوتكم يا رب مليئة بالمودة والرحمة والمحبة والسعادة يا رب العالمين، ويرزقكم بالذرية الصالحة. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان